إذا نحن مقبلون على التهيئة ديال الدورة 15 ديال مهرجان فاس للثقافة الصوفية تحت عنوان تواجد وفكر أو تواجد وعلوم. فهاد المقاربة هذه بطبع الحال تنحاولون نشوفوا كيفاش أنه كاين واحد العلاقة ما بين الجانب الروحي والجانب العقلي، ما بين العلوم وما بين الإيمان. إذا هاد الأشياء كلها هي اللي تتأسس للحضارة الإسلامية، وبالأخص بطبع الحال الحضارة المغربية اللي عندها القيم الروحية متغرسة في تاريخها العريق. وفي نفس الوقت التصور اللي عندنا هو حول الثقافة الصوفية، كاين بطبع الحال التربية الروحية اللي تتكون عن طريق الطرق الصوفية والشيوخ اللي هما مؤهلين لهذا العمل، ولكن هناك إفرازات كذلك لهذه الأعمال كلها بشكل ثقافي في الفنون، في الشعر، في الأدب، في الفكر، في الفلسفة، في السلوك، في أنماط الحياة. إذن هذه الأشياء كلها هو اللي سيعبر عليها بشكل متلون ومتنوع هذا البرنامج اللي غنقدمه في هذه الأمسية. إذن الفقرات جد متنوعة، فهناك تقريبا 15 دولة اللي تمثل في هذا اللقاء، من أذربيجان، من الكوسوفو، من تركيا، من إفريقيا، من أوروبا، من آسيا، من الهند، إذن من مختلف الدول. وغادي ننتقلوا عبر الجانب الفكري ديال الطاولة المستديرة، وغادي نتكلموا على هذه العلاقة ما بين الجانب العلمي والجانب الروحي، وكيفاش انه يمكن يكون واحد التكامل، وليس ما في هذا الوقت ديالنا الحالي اللي كان واحد التوارد كبير ما بين الجانب الروحي والتواجدي والجانب العلمي والفكري. اذا وكذلك الجانب ديال العلم والاخلاق، مثلا العلوم والاخلاق، الإيتيك بصفة عامة. فهذه الاشياء كلها غادي تتم ان شاء الله في تلوينات مختلفه، وغادي يكون فقرات فنيه في العشيات الاكثر من الاوقات، وفي المساء غادي تكون الطرق على اشكال تنوعها في المغرب وخارج المغرب، سواء طريقه شرقويه، ريسونيه، درخاويه وما الى ذلك، والطرق الاخرى اللي هي تاتي من الخارج، وكذلك امسيات فنيه في الافتتاح والاختتام. في الافتتاح غادي تكون مهداه لثقافه المغول ديال الهند الشماليه وتحت عنوان مجمع البحرين، وفي الاختتام غادي تكون واحد الاهداء خاص للطريقه الحراقيه والاصوات الكبرى للسماع الصوفي عبر المغرب.